توصل لكي تكتب بين دفتي الدستور فقط، ولكنها هي نصوص يجب أن تطبق ويجب أن تغير في حياة الناس وفي واقعهم. هذا أمر في الحقيقة يتصل بأمور أو بأبعاد كثيرة جدا، منها أبعاد مجتمعية، أبعاد سياسية، أبعاد اقتصادية. من حيث الواقع، فكرة التغيير الواقع لا يمكن أن يأتي بنص. يعني الذي يتصور أن الواقع يتغير، أن الواقع يتغير بنص فقط، هذا غير صحيح. الواقع عملية أكثر تعقيدا، ولذلك لابد أن نصبر على نصوص الدستور، لأنه الواقع الذي تحياه مصر. مسألة مهمة جدا. يمكن النهاردة إحنا شفنا في الانتخابات الرئاسية والرصد الإعلامي اللي حصل، كان تلفزيون الدولة أكثر التلفزيونات أو أكثر المحطات انضباطا إلى حد كبير في متابعة هذا السلوك جيد، ويجب في الحقيقة إن إحنا يعني نشجعه، ويجب إن إحنا يعني ندعو إليه، وهو ده المفروض. المفروض اللي يبقى إذن الفكرة الأساسية إنه لابد في التنظيم الدستوري والقانوني للحريات أن تتوازن السلطة مع المسؤول. لا يجور الإعلام على السلطة، ولا يجور يمكن إحنا النهاردة أيضا في الفترة اللي فاتت، في الثلاث سنين اللي فاتوا أو الأربع سنين اللي فاتوا، إنه إن أنت بتتعامل أو بتشوف المنظومة الإعلامية في مصر دي، وبيخيل ليك إن كل واحد ماشي بدماغه، وكل واحد بيقول اللي في دماغه خلاص، مش مشكلة يحصل إيه، يجي إزاي، يعمل إيه. دي مرحلة في ظني مرحلة مؤقتة، ودي نتجة من عاملين أساسيين: التأثير الثوري بعد ثورة 25 يناير، لأنه بعد كل الثورات اللي بتحصل دايما المجتمع حتى المزاج العام بيبقى حاد في فكرة التغيير. الناس كلها عايزة مصر تتغير النهاردة، وتتغير إلى أنه زي أنا عايز دلوقتي، ولذلك هي دي يمكن فكرة الشباب. لا، أنا ما عندوش في الحقيقة، وده الفكرة الأخطر في التطور الديمقراطي. ما فيش حصل تطور ديمقراطي في بلد بنتيجة